مساء الخير. مساء النور. اهلا وسهلا. ازيك يا شريهان؟ اهلا وسهلا. يعني دي صدفه انك جيتي هنا ولا ايه؟ لا مش صدفه، انا جايه لك مخصوص. ايه جايه لي مخصوص؟ طب انت عرفت ان انا بقعد هنا ازاي يعني؟ اصلا انا دحلبت نجلاء في الكلام. دحلبتيها في الكلام وعرفت ان انا بقعد هنا يعني؟ طيب اخير عايزه ايه؟ بص يا انا هقول لك عادل بقى عشان نعرف نتكلم مع بعض. هو مفروض تقولي لي طبعا يا عم عادل يا انكل عادل، على اساس يعني مفيش فرق يعني. لكن ماشي اوكي، قولي لي يا عادل. ماشي. لا لا مفيش فرق، ازاي؟ ده احلى حاجه فيك. ده بس من ذوقك يعني. عادل انا من ساعه ما شفتك وانا مشاعري اتحركت ناحيتك. يعني اكيد اتحركت ناحيتي كاخ كبير. لا كحب كبير. يعني ما ينفعش، انت عارفه انا يعني عندي. لا ينفع. انا عارفه صحيح انك متجوز اللي اسمها رانيا دي، بس ده ما يفرقش عشان انا مشاعري اتحركت ناحيتك وانا عجبني شعرك الابيض. غريبه. ايه اول مره واحده تقول لك الكلام ده؟ لا كتير قالوا لي ده. انا مره واحده قالت لي. ما تحكيش، انا بغير عليك وما استحملش اللي انت بتقوله ده. ما تحكيليش، انت مش فاهم انا حبيتك ازاي وجذبني ازاي شعرك الابيض. ايوه بس يعني الشعر الابيض ده بيدل على الشيخوخه يعني. مش بالنسبه لي اطلاقا، انا كل ما الشعر الابيض يزيد مشاعري بتكتر جوايا. ايوه بس يعني انت ايه رايك يا دوله؟ دوله بص يا شيري. الله الله، حلوه منك كلمه شيري دي قوي. احلى شيري سمعتها في حياتي. انا هخليك اسعد راجل في الدنيا، هخلي حياتك كلها ربيع. شيري انا منكرش طبعا ان انتي جميله وجذابه، بس يعني مفيش بس اهو. مش هيجنني غير تقلك وشعرك الابيض ده. يا اخيرا لقيت للشعر الابيض ده فايده. طيب هشوفك انا بقى امتى تاني؟ ايه ده يا شيري؟ ايه ده، انتي هتسيبيني وتمشي ولا ايه؟ والله انا نفسي اقعد بس. بس ايه؟ لا مفيش بس، العمر بيجري والشعر الابيض بيكتر زي ما انتي شايفه. خليه اكتر انت بس ومالكش دعوه. طب يعني مش هتندمي بعد كده وتحسي ان دي مثلا كانت فتره مثلا انت بتمري بفراغ عاطفي عشان كده لجأتي لي؟ لا خالص، ولا فراغ عاطفي ولا حاجه، انت اكبر بس ومالكش دعوه. ايوه يعني ممكن انت تغيري حياتي مثلا يا شيري؟ انا هخلي حياتك ضحك ولعب وجد وحب، وهترجعي لي ايامنا الحلوه، وهنمشي في شارع الحب. ياه، وهتخليني انسى الخطايا اللي عندي في البيت. اتملي معاك. ياه غريبه. ايه اتملي معاك؟ دي مش عبد الحليم، ده عمرو دياب. شربات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت والله انا مش عايز دي، عايز اغيرها. الله، وانت لحقت تستخدمه؟ احنا مش اتفقنا على اسبوع؟ خد بالك التسرع دوت وحش عشان شعرك. ايه وحش عشان شعري؟ هو انا لابس توكه يا عم هتقول لي وحش عشان شعرك؟ طيب عدم المؤاخذه، ايه المطلوب مني بقى دلوقتي؟ المطلوب ان انا ارجع ده، وعايز حاجه تزود لي الشعر الابيض. بس خد بالك زياده الشعر الابيض اغلى. مش اشكال، المهم شعر الابيض عندي يزيد يعني. ويت ا مينت. يا دي ويت ا مينت. الشنطه البيضه للشعر البيضه. يا سلام، كويس ان انا ما عنديش حصبه، كنت هتجيب لي شنطه حمراء. فاضل يا سيدي، ده كيس بودره التلج ابيض. بودره التلج وانا عندي تسلخات في دماغي؟ دي بيضه الفرخه البيضه. دي عايز نرقد عليها بقى. هتقعد تتكلم كتير، كتر الكلام الكتير هيخلي الشعر الاسود يبقى كتير. ها انت ابن حلال مصفر، اسمع خد ده، عايزك تروح تشجع فريق نادي الزمالك وتشجعه من كل قلبك. تصدق فكرة؟ عشان لا قدر الله لو الزمالك اتغلب انا اتنرفز واتضايق والشعر الابيض يطقطق في دماغي. صح، الله ينور عليك. خد ادي كمان ربع كيلو اسمنت ابيض. اسمنت ابيض ده طبعا استعمله بدل الجل. ايوه اخر حاجة بقى لمؤاخذة. بس ما تقولش، عارف ده الشريط بتاع فيلم ابراهيم الابيض، اشوفه 3 مرات في اليوم. بتفكرني بمين؟ اكيد بحسين فهمي صح؟ لا طبعا اجمل بكتير. عمر شريف. بقولك اجمل. امال مين بس شوقتيني؟ خليل مرسي. انا خليل مرسي الوحيد اللي ما سبخش ما شاء الله. عادل انا بحبك وبحب اخلاصك وبحب شعر راسك.
ايه ده؟ ده شاعر بحب اخلاصك وبحب شاعر راسك. لا تعاليلي بقى، ده انا اقول لك قصيده حالا. انت بتقول شاعر؟ امال ايه يا ماما، انا شاعر، ده انا اشهر شاعر في شارع الهرم كله. من تاليفك؟ امال ايه، امال من تاليف صلاح عبد الله. اقول لك قول قول. رغم فرق السن بينا اتقابلنا واتفقنا على المحبه والوداد مرتين، والتالته غبتي، حسيت ساعتها ان فرق السن زاد. الله، دي حلوه قوي. هو انت مألفها دلوقتي ولا ايه؟ ده حالا جاتلي كده في دماغي يعني على الهوا. انا اصلا شاعر بالسليطه يعني. عادل، عارف فاضلك ايه وتبقى جذاب قوي 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 قوي؟ ايه فاضل لي ايه؟ اكيد طبعا ازود الشعر الابيض ولا ايه؟ ما انت قلت لي لا. لا لا لا، اوعى والنبي، لحسن انا حاسه ان دماغك واقعه في كوبايه زبادي. زبادي حلو. بص يا عادل، انا دلوقتي بحبك، بس عارف امتى هموت فيك؟ ايوه امتى بقى؟ لما التجاعيد تملى وشك. طبعا اعرف اطلع لك التجاعيد. طب هطلعها لي ازاي يعني حضرتك؟ خد ده لمؤاخذه كيس طينه مسممه. طينه مسممه؟ انت عايز تسممني يا عم تموتني؟ هو انت عدا كل عدم المؤاخذه ده ماسك المسنين؟ لا انت مش فاهمني، انا عايز اي حد يشوفني مثلا اصعب عليه ياخد ايدي يعديني الشارع كده يعني. الله، ده انت عايز تتعمي بقى لمؤاخذه. هتعمي انت عايز تاذيني وخلاص. انا عايز اعراض شيخوخه مبكره مش عاهه مستديمه. انت ابن حلال مصفي، امسك ده زيت الكهرمان المكهرم. عدم المؤاخذه تشطف وشك بيه كل يوم الصبح، عارف ليه؟ عارف طبعا، عشان وشي يتخض فيكرمش على طول. مظبوط، تمام. يا سلام، ربنا يخليك يا عم زعفران، ادعي لي. روح يا شيخ، الهي كرمش وشي. عايزين نتقابل في حته بعيده عن عيون الناس، لحسن الشباب بيبصوا علينا ويحقدوا. ايه رايك نتقابل في دار المسنين؟ انت ابتديت تفهمني، برافو عليك. بس انت ناقصك شوية حاجات كده. لو ناقصني ايه؟ يعني لو يجيلك زهايمر. يجيلي زهايمر يا لئيمة، عشان تبقي داخلة خارجة براحتك، لا عارف اقولك رايحة فين ولا جاية منين، وتدوري بقى على حل شعرك. بالظبط كده. وحاجة تانية بقى هتبقى حلوة عليك خالص. ايه شوهتيني، قصدي شوقتيني. مالك أدب؟ أدب؟ يا قليلة الأدب. تخف ايدك شويه يا عم زعفران. مش انت اللي عايز ظهرك يبقى ظهر راجل عنده 80 سنه؟ هو انا كده بلعب جمباز يا عم؟ عشان لازم نضر وبقى كده لازم نستعوجه بالشكل ده. طب ما تشوف لي اي كريم، اي اعشاب يعني تطلع القتب ده وخلاص. لا لا لا، اصل الموضوع ده لازم يتعمل يدوي. يلا قوم بقى كده. ايه ده؟ والله تسلم ايديك، الله ينور عليك يا عم زعفران. اي خدمه تانية؟ لا ربنا يخليك، تشكر ادعيلي بس. روح يا شيخ، الهي قتب ظهرك كمان وكمان. هو مش احنا قلنا هتشتغل برضو في الزهايمر النهارده عشان تخلي يبقى عندي الزهايمر؟ اقعد 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 اقعد. ايه ده؟ انا مين؟ انا فين؟ يلا خلص بقى، هات الحساب. حساب مين؟ حساب فين؟ ما عشان كده انا ما بحبش اشتغل في الزهايمر.